شلومو من طور لبنان، شو اللي بميز اللهجة السريانية تبع الموارنة عن باقي الحكي السرياني؟ في عنا أول شيء قلنا السريان الغربيين اللي هن الموارنة والسريان الأرثوذكس سريان كاثوليك اللي بيحكوا بالأو شلومو، وفي عنا السريان الشرقيين بيحكوا بالأ شلاما اللي هن الكلدان والأشورية. هلأ عند السريان الغربيين في كمان فرق بين لهجة الموارنة والسريان أرثوذكس وكاثوليك. عنا بالألفابي الفينيقي اللي هو معتمد بالسرياني 22 حرف، منهم في 6 عندهم لفظ قاسي ولفظ لين اللي هن ب بصير في، ج بصير غين، د بصير ذ، الك بصير خ، البي بصير في، والتي بصير ث. يعني مثلا منقول شلوم لوخ مش شلوم لوك، لأنه لفظ لين، لفظ لين بيجي وقت اللي في قبله فويل أو وقت اللي بيكون تاني حرف بالكلمة. من ننتبه أنه عند الموارنة ولا مرة كان موجود الانتردانتال. الانتردانتال يعني هن الأحرف يلي اللسان بيروح بين الاسنان، يعني مثلا الثي والذي. يعني عند الموارنة التي دايما قاسية بتضل تي، والدي بضلوا دي. دونك منسمع السريان الأرثوذكس رح يقولوا مثلا تلوثو، أما السريان الموارنة تلوتو. رح يقولوا السريان الأرثوذكس مذبحو، السريان الموارنة مذبحو. والموارنة حتى لما رح يستعملوا كلمات عربي رح يضلون على هالأساس. يعني منقول مثلا ما منقول مثلا، منقول مذبح ما منقول مذبح. دايما هالقواعد هيدي اللي عنا إياها نحنا بالكلم، الكلمات المفردات السريانية عم نطبقها كمان بالمفردات العربية. وشغلة تانية كمان بيحكي عنا غريغوريوس بار عفرويو، هو كاتب سرياني مهم عايش أيام الصليبيين بالقرن 13 بمنطقة شمال لبنان بمدرسة طرابلس. وهيدا الكاتب بار غريغوريوس بار عفرويو كتب سوريو يد ليفنون لعزين القوف أوف، يعني سريان لبنان بيلفظوا القا همزة ألف. من هون نحنا يلي كبار شوي بالعمر وكان يروحوا على القداس من 30-40 سنة كانوا يسمعوا الخوري يلي تعلم سرياني مش بالإكليريكية بغزير، تعلم سرياني بالضيعة من عمه من جده الخوري. كان يقول إذا بتتذكروا قاديشات قالوهو، قاديشات حايلتونو، قاديشات لومو يوتو، مش قاديشات مثل اليوم. هيدي كمان ميزة عند الموارنة وبقيت حتى وقت بيستعملوا كلمات بالعربي ما رح يقولوا قلم، رح يقولوا ألم. في هلأ غير اللفظ في عنا كمان كلمات موجودة بالسرياني طبعا الموارنة وما منلاقيها باللغة السريانية بشكل عام. يعني مثلا وقت اللي بقرن أواخر القرن 13 أول 14 المماليك بيهجموا على هالمنطقة وبيحتلوها، الموارنة والفرنج الصليبيين والأرمن اللي كانوا هون بأيامها بيهربوا الأكترية على قبرص، بيحتموا عند الملوك اللوزينيان اللي هن صليبيين، وقسم صغير بيلجأ على سينيوري دو بيسوراي اللي هي يعني منطقة بشاري اليوم جبة بشاري. بس كل المطارين الأرمن والفرنش هربوا على قبرص، والشعب اللي بقي هون من فرنش وأرمن ما كان عندهم إلا رهبان وخوارنة ومطارين موارنة، بقى تمورنوا. وقت اللي تمورنوا في الحكي تبعهم كمان اندمج مع السرياني تبع الموارنة. من هون مثلا منشوف كلمات
بنستعملها لليوم، وقت في عنا الشباك دوب الشباكين مع عمود بالنص بيناتهم بنسميه مندلون. مندلون جاية من ماندولين، ماندولين اللي هي مثل الجيتار، كانوا يستعملوها بأيامها لي تروبادور، جيتار بس مع حبلين، عطيت اسمها لهيدا الشباك يلي هو دوبل. كلمة تانية بنسمع الموارني بيقولوا زتها أو زت هالشغلة، هيدي من وين جاية؟ هيدا موجود بس بالسريانة تبع الموارني من كلمة جت بالفرنساوي، il jeta zeta زت، لأنه نحن بالسريانة ما عنا جيم، بقى حطينا محل الجيم هون الزين وصار في عنا هالكلمة. بقى هون بنشوف انه السريان تبع الموارنه عنده ميزه، عنده شيء خاص لإله بهالمنطقه اللي هي جبل لبنان. ومرت الجاي بنحكي اكثر عن شو باقي من هاللهجه السريانيه او هاللغه السريانيه. تودي وحوزنا على الحدود بشوفوا دوتي شلونه.